أسعد ليش كل هالخراطيش وانتم ما معكم غير بارودة وحدة؟ ليك شباك ليك بديعة لا تغرغر بالدلعة قدامها هونيك الشباب إلا ما يعطونا بارودة طولي بالك لك ما بيبخلوا علينا أكيد طالما الواجب وطنة ديبة مرني إذا صار لي شي بالحرب بديعة أختك وأسعد أخوك وعز إن شاء الله إن شاء الله ما بصير عليكم شي بديعة مثل ما قال جودة لديبة بقول لك اخواتك بعهد الله يا ديري بالك على حالك ها ديبة ديري بالك على حالك يلا خيار ما بدنا نتأخر على الواجب الوطني جاهز جاهز هاي 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 عفوفة هذا مفتاح البيت والمفتاح الصغير مفتاح صندوق حاطه عرف النملية افتحه وشوفي شوفه سليم انت ليش هيك عم تحكي بدك ترجع بإذن الله ومنصورين بإذن الله بس بجوز قسم مننا ما يرجعوا يستشهدوا يعني وأنا بجوز كون من هذا القسم المهم الصندوق فاق قصاية حب أزري كتبت لك ياهم بس ترجع تقرا لي ياهم كلهم خليني كفي كلامي اذا بتريدي ما في وقت خلص كفي ما بقى قاطعة بتسلمي لي على ابوك وبتقلي له يسامحني وبتبوسي لي مشوار بها شبك سليم ابوي رايح معكم بعرف اذا رجع واذا ما رجع تدفنونا حط بعضنا شو عمل لك عفوفة لا تنسيها حط بعضنا البعض راجعين راجعين بإذن الله راجعين كلياتكم إن شاء الله بس إذا ما رجعت وتجوزتي بعد مني وإجاكي صبي سمى سليم سليم أنا ما بدي أتجوز بعد منها أنا ما بدي لا قانونان وشرعان لازم تتجوزي لأنه إذا متت أنا أكيد الحياة بدها تستمر أصلاً نحن رايحين نموت مشان تستمر الحياة ما هيك عفوفة بحبك سليم أنا بحبك كتير بحبك يا عفوفة